الرحمن الرحيم. اليوم احنا متواجدين في مدينه السعيديه اللي درنا هذا اللقاء اللي هو الثالث من النوع ديالو في الجهه الشرقيه، والحمد لله هذه سنتين وهذه السنه الثالثه وحنا كنديروه في المدن ديالنا ديال الناظور وجده والعزيمه. واليوم كان واحد الحضور مكثف كثيرا جدا، وكانوا الناس بكثره تقريبا 100 فوق 150 ولا 160 واحد اللي شاركونا اليوم باش نوضحوا شويه على سميتو في كل ما يخص الاستثمار في الجهه الشرقيه خاصه، وهذا العمال ديال الخارج باش نوضحوا لهم شويه ما لهم وما عليهم في ما يخص الاستثمار في الجهه الشرقيه، ما الفرص ديال الاستثمار، المواكبه ديالهم في السلف وفي القرض اللي كتمنحوا البنك ديالنا على صعيد الجهه الشرقيه اللي عنده مميزات كثيره ومميزات الحمد لله، وحظات الجهه ديالنا الشرقيه اخيرا في هذه السنوات الثالثه اللي فاتت بتقريبا ما يفوق 13 ولا 14 المشروع اللي وقعت ديال الناس ديال الجاليه المقيمه في الخارج، واللي الحمد لله دابا المواكبه ديالهم على الصعيد ديال الجهه واحد المواكبه كبيره، واحد المواكبه حتى في التسيير ديالهم. دابا كنتبعوهم حتى في لا فورماسيون ديال سميتو ديال المشروع ديالهم، ومتبعين معاهم، كاين اللي متبعين معاه دابا عام وعامين، ورحنا غاديين في سميتو والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار قنغدا في السعيديه نستفاش نحضر اجن لقاء الندوات حول الاستثمارات الجهويه باسم الغرفه التجاره والصناعه والخدمات للشرق نزبة شدا سنوش شروحات الاخوان النغ مغاربه العالم ازمان الاستثمار في جهه الشرق. جهه الشرق دايس ثلاثه مناطق صناعيه، المنطقة التكنوبول وجدة، لاغروبول مباركان، بارك اندستريال سروان. وعلى اثر اللقاء انكا يوم 8 اغسطس اكل مدير العام لادارة الضرائب باش نخفف اجن العبء جبائي، ونخص انا نقل الخبر اجن البشرى لجميع الملزمين الساكنة من الشرق مرة والنغاس شو مروسن الضريبة إزمار غنغدياس غدياس غالغرفة عشان صار الملفات نسن مرة في حالة باش نقل الحلول التسوية، ومع إلغاء الضعائر والغرامات نقص سنيني حتى يودن إزمار هذه السيف الثمانيات باش هذيك الاستثمار الصناعي هذه واش مناصب الشغل اتين دياوي وغاسميزي وغاسوادي الخوف بضمانه الغرفه الا بمجرد هذه جن الاستثمار. ان المميزات تبشرت ان شاء الله الشهر خير، نتمنى يودان التقن نشين نقاس الغرفه رهن للاشاره في جميع المشاكل غاسن اغراضاسن. مرحبا بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد رابح ممثل وكالة الجهة الشرقية. في الحضور ديال الوكالة في هذا اللقاء هذا في الندوة الجهوية ديال لا بي ام سي او الخاصة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج، خصوصا الجالية المنحدرة من الجهة. فاحنا جينا نعطيو واحد العدد ديال المعلومات ديال الكيفيه ديال شنو تتعطي الوكاله لهاد الناس هادو. فركزت في المداخله ديالي على البوابه ديال وكاله الجهه الشرقيه اوريونتال بوايما اللي فيها واحد العدد ديال المعلومات، وركزت كذلك على المجله اوريونتال بوايما اللي هي مجله متخصصه وكانت متخصصه في واحد العدد ديال المجالات، خصوصا منهم الاستثمار في الجهه والتعريف بالجهه وتعزيز الصوره ديال الجهه بالنسبه للمستثمرين. وكذلك هدرت على المواقع الالكترونيه اللي خلقتها الوكاله
اللي فيهم اللي كتشجع السياحه واللي كتعرف بالمدن والاقاليم ديال الجهه، وكذلك مواقع اخرى اللي كتهضر على الاستثمار، اللي كتهضر على العمل يعني الكارير، واللي ومواقع اخرى متخصصه في ميادين اخرى. والهدف من هذا الشيء كله هو ان الجاليه المغربيه وخصوصا المنحدره من الجهه الشرقيه تكون عندها المعلومه الكافيه باش ينشجعوهم يجيو ويستثمروا في الجهه ديالهم. وحنا ما كنخدموش بوحدنا، راه كنخدموا مع شركاء جهويين اللي هما المجلس ديال الجهه والمركز ديال الاستثمار ديال الجهه والغرفه ديال الصناعه والتجاره وواحد العدد ديال الشركاء اللي هما محليين. وكذلك كان عندنا علاقات دولية مع شركاء دوليين، ومن بين الأمور اللي كنشجعوا بها هي المشاركة ديال الوكالة أو الجهة والمستثمرين ديالها في المحافل الدولية. وآخر محفل اللي كان هو سماب باري اللي بشاركة مع مجلس الجهة والمركز الاستثمار والمركز الجهوي ديال السياحة وشركاء آخرون، ركزنا على التشجيع ديال المستثمرين باش يجيو للجهة. هذا هو الهدف ديال هذا اللقاء هذا. Thank you.